وللحديث عن دلالات مشروع القرار الأممي الذي يدعو السلطات الإيرانية لوقف أعمال العنف والقتل ضد المتظاهرين وسط ازدياد الدعم الدولي للتظاهرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب والسياسي الأحوازي طارق جاسم. حياكم الله أستاذ طارق. أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الفرصة. حياكم الله أستاذ طارق. يعني نبدأ من الموقف الفرنسي الذي أكد رفضه قمع إيران للتظاهرات، ما الذي يعنيه هذا الموقف من دولة كانت الداعم الأكبر لإعادة تفعيل الاتفاق النووي مع طهران؟ حقيقة ومنذ أن بدأت دول مثل كندا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي بمنهجية غارات مختلفة عن ما كانت سابقة في الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا إنها انتهجت هذا النهج السياسي الجديد من خلال البرلمان الألماني والوزارة الخارجية، دول أخرى مثل فرنسا أيضا اتخذت هذه الخطوة واقتدت بألمانيا في سبيل أن تعطي رسالة واضحة لإيران وتعبر عن دعمها للمتظاهرين والحراك والفراج عن يعني اتخاذ وبحث عن قرارات واتفاقات مع إيران منها الاتفاق النووي. فأنا أعتقد أن فرنسا اليوم مختلفة، رأيها مختلفة قرارها عن ما كانت في السابق، فكانت هي دائما تمسك العصا من الوسط وتكون هي الدولة التي تبحث عن اتزان المواقف بين الولايات المتحدة من جانب وإيران من جهة ومن جانب، فكانت دائما تبحث عن اتفاق سليم، اتفاق يرضي جميع الأطراف، لكن الآن الوضع مختلف تماما، فإيران هي من ضربت عرض الحائط كل الاتفاقات وكل الغارات الأممية. الآن الشارع الإيراني هو محل اهتمام ومحل تركيز العالم، ففرنسا ليس لها خيار آخر إلا أن تخضع للأرادة الدولية أولا ثم الأرادة الشعبية الموجودة داخل. أستاذ طارق، إلى أي مدى يمكن أن تحقق البعثة الأممية لتقصي الحقائق تغييرا على أرض الواقع وتردع النظام الإيراني عن استخدام العنف ضد المتظاهرين؟ جبارة بحد ذاتها، خطوة نوعية من نوعها اتخذتها الأمم المتحدة، خاصة اللجنة المختصة في حقوق الإنسان، ف 25 دولة أعطت رأي السليم والإيجابي لهذه اللجنة بأكثرية الأصوات، تم الاتفاق على هذا القرار. أنا أعتقد أن هذه الخطوة وهذه اللجنة من شأنها أن تدخل إلى إيران من دون رقابة، فجاويد رحمن المندوب الخاص في الشؤون الإيرانية من هذه اللجنة كان قد عبر عن يعني قلقه مسبقا أن إيران لا تتعاون مع لجنة حقوق الإنسان، لكن هذه اللجنة الجديدة التي سميت بلجنة تغطي الحقائق هي من شأنها أن تضغط على إيران من دون أي راجع ومن دون أي يعني رقابة تستطيع أن تدخل. ماذا إن رفضت إيران إدخال هذه البعثة؟ وترسل المعلومات الصحيحة إلى الأمم المتحدة حتى تتخذها الأمم المتحدة في غاراتها العالمية ضد إيران. نعم سيد طارق، ماذا إن رفضت إيران إدخال هذه البعثة؟ لا يمكن أن ترفض، يعني تداعيات رفضها لهذه الخطوة تعطي الحجة لكل الجماعات المعارضة لإيران بأن معلوماتها هي الصحيحة، لا سيما الآن كثير من صور القتلى والفيديوهات هي تم تأييدها من قبل الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان. لذلك أنا أعتقد أن إيران إذا ما قامت بهذه الخطوة فهي تسكر الباب من جانبها وتعطي الحجة والحق للجماعات المعارضة التي تختلف معها، وسوف يتم اعتماد تلك المعلومات من قبل الأمم المتحدة. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب والسياسي الأحوازي طارق جاسم، شكرا جزيلا لك.